صرخة خطر مسكين يلي الحلم عنده صغير وحتى الكلام بتمه فتر درب العشق درب الأمل درب الحنين ينهي آلام جرح السنة هيك بحالي. صباح انت ما غلطتي، انت ما عملتي شيء، بس هو واحد حقير، انا قلت لك هيك من الاول، بس هلا مو وقته، مو وقته. انا شو بفرق عن اي وحده؟ ترى معلم يلا عن اكثر حظ سماح. شو دكتور عصام كثير شادت حيلك يا غزلين، حيويه ونشاط، طبيعي هيك ولا عم تاخذ مقويات؟ لا يا معلم، لسه بكير على المقويات، نعجبك. الله يقويك. ولا حتقنعني انه ما في شيء من تحت لتحت؟ وحياة غلاوتك، معك ما في شيء من تحت لتحت، لأنه على المكشوف بضمن. على المكشوف؟ أنت اللي بتلعب على المكشوف. بس صاحبك نهايته وخيمة. مين؟ سائل؟ شو صاير معه شيء؟ ليش هن رح يسمحوا لي كذبون ولا صدقوا؟ هن رح يحطوا علي اكس وخلصنا. على اساس ما في قانون، الدنيا سايبه. وبدي اياك تدبر لي وراء الاسئله اللي بقول لك عليهم. اشترينا بيت جديد، كلك مفهوميه، ناقصنا شوية عملي. ماما والله العظيم طقيت من الملل، لك مو معقول قد البلوكه، مين بده يحفظه هاد؟ معلي ماما، معلي. شفتي شو صار معنا؟ يعني انا عملت اللي علي وما زبطت. ومو بس هيك، نحن انفضحنا. الله يعيننا لما يدرى ابوكي انه انفضحنا. طيب مامي، يعني انت ليش لا تقولي له للبابا؟ خلي الموضوع هيك صار بيني وبينك. ما أبوكي بيعرف إنه أنا رح أجيب لك الأسئلة من عند بادية، بس إذا سألني شو صار معكن شو بدي أقول له؟ هلا البابا بيعرف؟ عم تمزحي؟ صباح خير. صباح.
رسمية؟ أنت شو رأيك بأبوكي؟ أنت بتعرف اعتراضي بس على شغله. ما هي المشكلة بشغله؟ وما زال هذا رأيك؟ ليش دايما بتبهدلني لما بقول إنه شغله ما بيعجبني؟ لأنه الفرق بيني وبينك إنه أنا ما بخجل من شغله إنه هو مستخدم. أنا بخجل من طريقة شغله، من أسلوبه بالشغل. يعني واحد مثل أبوكي الأسلوب تبعه بده يلحقه وين ما يروح، يعني إذا بحطوه عميد كلية مثلاً بده يضل نفس الأسلوب تبع الكشكشة وفيتامينات والقصص هي. والله يا تامر أنا معك، بس الدنيا كتير تغيرت، وبهذا الوقت إذا ما كنت قد حالك إيه والله بتتاكل بلا ملح. أحياناً الأكل بلا ملح بيكون صحي. مامي؟ بس البابا دائماً بيحذرني إنه ما أنفضح بهيك مواضيع. مزبوط، هو بيقول لك هيك لحتى تكوني حذرة، بس هو اللي دلني كيف جيب لك الأسئلة. ولا أنا منين بعرفها لبادية؟ شايفة زياراتنا مقتلة بعضها يعني؟ آه، معناته بابي ما بده يعني أعرف إنه هو بيعرف، ما هيك؟ يعني أبو حسام طق لك برغي، هذا الشيء اللي كنت حذرك منه. بالعكس، عم بيقول إنه رئيس الجامعة إجا كتاب من الوزير بالتدقيق بصحة الخبر اللي نازل على المواقع الإلكترونية، ولهيك رئيس الجامعة اتخذ الإجراءات من دون ما يرجع لأبو حسام. يعني معلمك ما كان في سيطرة على الموضوع، بس يبدو إشي على هواه. وعلى كل ما دام القصة فيها لجان وما لجان، قادر يزبط لجنة تخدمك وتنفي عنك السرقة. هذا إذا بده يخدمك. شوف يا أبو تامر، من شان حسيب خليه يستنى برا شوي. هذا عنده حل المواقع الإلكترونية. إن شاء الله إن شاء الله، بس بدك تكسبه لأبو حسام، لأنه هاب الزلمي بيحل لك موضوع من جسوره، وانت بتعرف شو دواه. خاطر دكتور، معلمي وتاج راسي، الله لا يحرمنا اياك. لا تفتح وتسكر سيار، بعرف انك خلصت الجوله. اسمع شو بدي قلك، آخر طلب تقدم هلأ ما بقي حدا غير صاحبك. بتخبره بتقله يقدم طلب 15,400,209 ليرات. حفظت الرقم؟ 15,400,209 ليرات سيدي. برافو، يعني باقي 10 دقايق وبيسكروا استقبال الطلبات. أمرك سيدي، احترامي. أبو مازن، حكى معي السيد معاون الوزير. وينك أنت؟ أوام، حط الرقم عندك، رقم المناقصة 15,400,209 ليرات. 10 دقايق وبيسكروا، يلا أوام. بالسلامة. ايوه هذا اللي بدي اياه. بدك تقلي اسماء الطلاب اللي عم يحكوا.
كيف دكتور؟ يعني أنا صحيح معروف عني إني قرار، بس لا بفسد ولا بخون رفقاتي. طيب أنا في عندي عرض لك. أنت باقي لك مادة لتتخرج، ومثل ما بتعرف السنة في مرسوم، وبعتقد إنه هي فرصتك الأخيرة. إيه؟ دكتور المادة رح يقدم لك دروس مجانية تمكنك من النجاح. طيب مقابل؟ مقابل تقلي أسماء الطلاب اللي عم يشتغلوا على موقع اليو إس. شو؟ فكر منيح، معك أسبوع مو أكتر، لأنه بعد هيك منكون وصلنا له لحالنا وما بدنا جميلتك، بس بتكون راحت عليك فرصة ما رح تتكرر. طيب ماشي. لازم اف ما اخلصك لك. وافق بدي اخلص من خلقتك، لسا وين ما رحت بالكلية بشوفك. وتامر اهلين، بشرفك مو انت ورا هاي الشغلة؟ إذا أنا ورا هالشغلة لازم تنبسط، لأنه لمصلحتك، مو تجي تعاتبني ولا تأخرني عن الباص. ما بعرف يعني عم تهددني أبو تامر؟ ليش لحتى هددها؟ لك أصلاً أنت فرصة تخرجك صرت مضوعها كذا مرة، هلأ أعطيهم هذا البرنامج يشتغلوا عليه. لك يا أخي اشتغلوا ولا سكروا هن الحرين، المهم تتخرج أنت وتنفذ بريشة. خاطرة مشكور أبو تامر، أنا خايف على مصلحتي. لا توقسنا أخرناك عن الباص. يا أبو مازن، شو طمني مش الحال؟ قدمتوا؟ كثير منيح، ممتاز ممتاز حبيب قلبي. يا أبو مازن حبيبي، إذا رست المنقص علينا وكل المعطيات بتشير إنه رح ترسي، إلك علي يا أبو مازن أحلى عزيمة غدا بأحلى فيلا إن شاء الله. حبيبي أبو مازن. الحمد لله. بابا كول الحمد لله مش الحال. شلبية، ما بدك تروحي زيارة على الحارة؟ المنيحة بدهاش سؤال ولا طقت روحي من القعدة في البيت. لك روحي بكرة وخدي معك وراء أخوها الأنسة غيداء. ليش مشي حاله؟ هلأ مشان العقد تبع ثلاث شهور كان مشي حاله، بس لما يخلص العقد ما بيعود برجوع على شغله لبعد سنة، مشان هيك دبرت له شغل بمدرسة الدكتور سائل. مرته هي اللي بتدير المدرسة، وهون بياخد راتب أحسن من الدولة. يا عيني قديش رح تنبسط هالمسكينة. هلأ مو انت قاعدة تطرطقي بجالي مثل عادتي، تعبان وبدي نام. كلوا. إلك ليش لحتى أهددها؟ أصلاً فرصتك بالتخرج أنت من زمان ضيعتها، وهالمرة نفذ العرض وعطي الموقع تبعكم يشتغل باللي بده إياه. إن شاء الله سكروا، أنت المهم تتخرج وتنفذ بريشك، هذا أهم شيء. وحاجة بقى تقول لي بأنه بدي صلح وما بعرف شو، خلاص اتركها لربها. Thank you.
فاتي. أسفة حبيبي، حبيت فيق معك بس حاسة حالي تعبانة. فطرت شي؟ حبيبتي ما في وقت للفطور، هلا ببلش فحص السنة الثالثة. هل أنت كفي نومك؟ الأولاد لساتهم نايمين، إيه؟ يلا باي باي. الله معك. شو ماما؟ مامي أنا خايفة كثير. ليش حبيبتي؟ خلاص بعدي زبطت كل شيء. أنا حكيت لها عن أسوأة الذهب وقامت شطت ريالتها. ليك يا حبيبتي اوعك تبيني لرفقاتك إنه رح تساعدك ولا بتسلمي عليها ولا بتحكي مع شي، لأنها خايفة كثير خاصة بعد ما بهدلها الدكتور سليمان. إيه؟ يلا ماما روحي يا حبيبتي لا تخافي. يلا الله معك. باي باي. صحيح ابو تامر مستخدم بس بيطلع بايده مثل عميد الكليه، الدنيا هيك صايره. المستخدم اهم من موظف او رئيس قاعه. رشوه. احلى خالد. اهلي ابو تامر، عبيت كيسه؟ اللي ما منعبيه من هون بيفضى من هون. يلا هي الدنيا رايحه على الكل. لا حول الله. صباح الخير. الله لا يحرمني اياك يا ابو تامر. ان شاء الله يدوبني قلبي مع احلاك. نظاره شمسيه فوق، نظاره طبيه من تحت. علي الحلال حاسك فاتحه بسطه. اسمع هذا وكله امورك ظابطه. نسيت انه اليوم معاد الدكتور سليمان؟ مو اي شيء ثاني ما نسيت. انت بس قاعدي قدامي وفتحي دانك كثير منيح. قال الحق الكذاب لورا الباب. لك يخرب بيتك الملاف الساعد، حدا بيقول كذاب لورا الباب؟ قولي المي بتكذب الغطاس. أكيد ما نسيتيني ولا رح تنسيني حبيبك عصام. تضرب ما أغلظك أنت ورسالك. زيارتك مفاجئة بس حلوة. يعني أنا قصدي ما عملت لك شيء مع القهوة. أنا بعرفك بتحبي البرازي والمعمول. شو بك صباح؟ مالك معي؟ دانا عندها مادة صعبة اليوم. بالي عندها. بس ريحة القهوة اللي أنت بتساويها مع ريحة الياسمين والورد الجوري بتنسي الواحد همومه. صح. Thank you.
هي انت؟ كيفك يا ام خالد؟ والله الحمد لله. ما عرفتنيش؟ ولا وانا ام تامر لحقت تنسيني؟ لا عرفتك، بس فكرت حالي غلطانه، مو سكنتوا ببرزه؟ لا مش غلطانه، بس السكنه بالحاره احلى. خير صار معك شيء لا سمح الله؟ قلك تعي ناخذ خضره ونحكي عندي بالبيت. يلا بخاطرك. الله معك، البيت بيتك، ما بدك عزيمه. الله يخلي البيت لاصحابه، بس هناك يا عيني لا في جيران ولا في صوت ولا في حدا يرد عليك الصوت. تقولي صخره مش هيك. والله احنا ربنا يا خالد. مرحبا يا محمد. مجرد ما اللجنه تفضل عروض بتخبرني. ها حلوانك عندي حبيب قلبي. يلا الله معك. لك احلى ابو مازن. احلى ابو حسام. حبيبي انا عندي موعد، واذا سمحت اذا اتصلت فيني وانا ما رديت عليك يا ريت تبعث لي رساله. ايه بس بدنا نشوفك اليوم مساء. بس لا تقلي على سهرة ورا، لانه مو كل يوم شده شده شده. شو ما عندكم غيرها؟ لك ناس بدها تتسلى لك يا ابو مازن. الله يخلي لك اياها. حبيبي ابو حسام. حبيبي يلا السلام عليكم. خلي لي اياك. الله معك، مع السلامه. طيب انا بشوفه بحكي معك. خلاص اعمل لك، ما تحكي الهم، انا بحاكيك. مع السلامه. مع السلامه. يا حسيب هات لشوف لي شو صار معك. يعني الموضوع مو سهل دكتور، بس بحاول. ليك حسيب، أنا بتمنى إنك ما تلف وتدور علي، وأنت بتعرف تماماً إذا هذا الموضوع بقدمه لأي حدا من رفقاتك راح يحطك ببوز المدفع، وأنت بتعرف هذا الشيء أكيد. ما بعرف دكتور، بعرف. بعدين أنت عم تخدم كليتك وسمعتها، وهي ما راح تنسى لك هاي الخدمة أبداً. بالعكس راح ننسى كل اللي بدر منك سابقاً. ملف سرقة طالبي لسه جرحه معلم، بس بيطيب إذا بدنا نداويه. ما دكتور أنا مالي شايف أبداً أنه في خطورة بالشي اللي عم بيطلع بالموقع، بالرغم من كل شيء، بس أنا فيني أعرف ليش أنتم مصرين تعرفوا مين هو الشخص اللي ورا الموقع. يعني شو بيفيدكم هذا الشيء؟ أنتم دكتور بإمكانكم تتعاملوا مع واحد هاكر يضرب هذا الموقع بشي فيروس بدون ما تعرفوا مين اللي وراه ومين اللي عم يشتغل فيه بالضبط. فيكم حسيب ما بدنا نتشاطر على بعض. برجع وبقلك إذا بقدم هذا العرض لأي حدا من رفقاتك أكيد رح يوافق، بالعكس يمكن لاقي نتيجة أسرع. وأكيد في حدا تاني ورا المعلومات اللي عم توصلكن على الموقع غير الطلاب. هذا أولا، وثانيا مشان تقضي على الظاهرة من أساسها لازم تمسك برأس الأفعى. وعدم المؤاخذة، هاي شغلة الهاكرز والفيروس أكيد في عندك شباب يزبطوها، ما هيك؟ Good morning. Pay attention please. Any question?
بس في طلاب ما شاء الله عنهم بدرسوا وبيشتغلوا، وفي طلاب عايشين بالنعيم ومدللين. الله مكرمين. لا 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 لا، هذا الحكي صار هيك مستوى دون، وأنا بهيك مستوى ما بعرف أحكي أبداً. حلو. الحقيقة أنا فخور ببنت خالتي وبأكابريتا اللي ما بتسمح لها بهيك أحاديث. كيف بتحبي أحكي يا بنت خالتي؟ شعراً أم نسراً؟ فعلاً من عجائب الدنيا إنك تكون أستاذ جامعي. قال شو؟ دكتور بالشعر والنحو. اسمعوا لي، إذا بدك تردحي بردح معك لبكرة الصبح. من الآخر، شو بدك؟ ماني فاضي لك، عندي امتحانات. بدي شوفك. اوكي، وين؟ انسي، موبايلات ممنوعه. شو بادية؟ ما نبهتوا على الطلاب بهذا الموضوع؟ بلا دكتور. لكان شو هاد؟ يلا خذيه وسكريه وحطيه على الطاولة. انسي، اعتبري هذا تنبيه لي. دكتور انت عم تتهمني وانا ما عم بستخدمه، الموبايل كان مطفي ولما وقع اشتغل. انا ما عم بتهمك، في قرار من رئيس الجامعه وكل الطلاب لازم يلتزموا فيه. معلش دكتور، بس انا بعرف كثير منيح القوانين. شو هذا اللي بتحكي لي ليه؟ ايه. ها؟ شو هذا؟ رشيت من صلب المادة؟ لا مو صحيح. شلون لك؟ شو هذا؟ أنت مو من حقك تحكي معي هيك. وعم بتقاوحي كمان؟ هلأ صار عندك 3 أخطاء و3 تجاوزات، الغش والموبايل وقلة الأدب. تفضل اطلعي لبرا. نادية، جيبي لي ورقة ضبط، خليكي أنت والمراقبين هون عشان تشهدوا عليها. ماشي دكتور سليمان، أنا بعرف شغلي معك. شو تفضلتي؟ اطلعي لبرا، الطلاب عنده فحص، لا تشوشي عليهم. يلا ابو تامر طالع على برا. يلا يلا ماشي لا تدفش. على فكره رح تندم كثير. على شو؟ على انك صرت بيوم من الايام دكتور. كفو شباب كفو. طيب إذا الشباب ما رح يتضرروا فأنا موافق. رح تستفيد، رح تستفيد وعن مظبوط كمان صدقني. ألو. إيه بعديا، أنت مو عندك مراقبة؟ شوفي شو بصوتك. شو؟ لا كمان هذا واحد مجنون. طيب طيب، بعتي لي دانا على مكتبي فورا. سكري خلص سكري. ماشي حسيب، نحكي بعدين. الله معك. طيب ماشي. العمى بعيونه العمى. معقولة انت والكلمة؟ هلا كل ما بتسمعي شغلة بتصدقيها بشرفك عم تحكي جد؟ لك ما انت بنت سوق وبتعرفي كيف الناس بتستفقد بعض وبتطق براغي لبعض وبتخوزق بعض. ولا السفر لاوروبا وامريكا خلاكي تنزل البلد كيف ماشيه؟ لا دكتور، سفري لاوروبا ما خلاني انسى البلد كيف ماشيه، بس كمان الشيء اللي صار مو مقبول. يعني انا كل ما اتذكر السيره بينسم بدني. لك حتى انا وبفرنسا لما اكون ماشيه بالشوارع امشي وحاكي حالي، ولو المانجر ما كان معي ومتابع لي كل تفاصيل شغلي كنت وقعت بمشاكل إلى أول ما لآخر. لا طولي لي بالك، شو تقعي بمشاكل إلى أول ما لآخر وشو تمشي تحاكي حالك وشو منيجر؟ ولو هلأ كل ما هنالك أنت عملي التعديلات المطلوبة منك وحطي لها الشهادة بجيبتك. ولو يا لما، هلأ هي هي لما سيدة الأعمال القوية. شو بدي ولد تاني؟ أهلين سعيد، صباح النور. ها؟ شو اللي لساته تحت السيطرة؟
لك شوفي خلصني احكي. شو هاد؟ ولك انت مجنون انت؟ ولك انت عرفان شو عم تحكي؟ لك عم تقول ضربت كمان؟ وين هلا؟ ولك دانا يا اخي؟ تفضل ابو عادل سجلي هذا الضبط. شو شايفك جايب ضبط الغش بايدك دكتور؟ مشان تسجل لي اياه قدام عيوني وقبل ما امشي. تكرم عينك. دانا بنت عز الوزان؟ اي نعم. في شيء؟ لا دكتور. شرف هاي رقم وتاريخ الضبط. تفضلي اشربي مي، اكيد هالمغضوب نشف لك ريقك. ثانك يو. بالعكس واحد معقد مثل هاد ما بيطلع له يتنفس معي، بعدين انا ما سكت له بنوب. هو معك حق بس بصراحه يعني انت ما كان لازم تبهدلي، يعني واحد مثل هاد ممكن يتيس ويحطك براسه. بليز دكتور انا ما بدي احكي بالموضوع، هلا بيجي بابا وبيحلها. طبعا بيحلها، بحسام بيحلها. الو سائب، انهي الموضوع من عندك، انا ما بدي اظهر الصوره، واصحك هذا الموضوع يصل لوسائل الاعلام، وخلي هاي المجنونه اللي عندك تنكر انه الورقه لها، وانه اللي صار هو تبلي لخلاف شخصي مع ابوها راحت هي ضحيته. فهمان علي؟ فهمان معلم، فهمان. سائب الله يخلي لي اياك، يعني هذا الموضوع بيسئل كثير، واكثر شيء بيسيء لسمعتي. يلا سلام. مع السلامه. السلام. وقعت يا ابو حسام، والله هي ضربه بتكسر الظهر. بتعرف يا مو عن جد مو مزح، هالمره الفضل لإلك. هي مو بيناتنا. لا والله عن جد، يعني لو ما انت زبطتيها للماده ما كانت طلعت، وبعدين هي شغله الدراسه بالمكتبه طلعت شغله مهمه كثير. بتعرف امجد، رغم كل شيء عم ينحكى عن الدكتور، بس انا حسيت انه الاسئله معقوله بالنسبه للطالب اللي دارس. مظبوط. ما عرفتوا شو صار؟ لا شو بدك؟ هلا كيف طلعت الامتحان اول؟ لك منيح منيح، عن جد ما عرفتوا؟ لك شو بك شو صار؟ شوفي تعالوا نخبركم. شوفي حقكم عليك يا حبيباتي، بس امبارح تأخرت لنمت، هي أحلى بيض لأحلى كتاكيت، بس لا تكبوا الحليب لحالكم انتبهوا. ماما أنا ما أكب بالحليب بس سارة. لا سارة كبرت وصارت تنتبه، ما هيك ماما؟ إيه. ألو مرحبا سليمان. أهلين. كيفك؟ منيح. سليمان انت صاير معك شي اليوم؟ ليش في حدا قالك شي؟ لا بس شفت منام مزعج ما عم يروح من بالي. حبيبتي اللي انا في واقع وحقيقه، خلص بحكي معك بعد شوي. يلا يلا بعدين بحكي معك. دكتور سائل بده اياك. ماشي الحال، جاي. يسلموا ايديك يا ابو تامر. يا هلا. تفضل. يلا. دانا جوا؟ ايه.
انا عندي جواز. ايه بس هني لا تفوت حدا نهائيا. بعيد هيك بعيد. طيب شو هلا بضل جوا لحتى يجي ابوها؟ ابوها مو جاي. معقول ما يجي يشوفها ويوقف جنبها؟ نحن لازم نوقف جنبها. هلين معلم ليك جنبي اطمن. تعرف لو طالع بايدي لطق له جوزة حلقه لهذا الحيوان ولك انا يتجرأ علي تفي. اسمع دكتور، اذا بدك نصيحتي المهادنة افضل حل، بلكي بنقدر نطفي الموضوع بارضه. ليش انت متخيل انه ممكن يكبروا الموضوع؟ انا كل اللي عم اقوله يا عصام انه الضبط ما ينكتب. اسمع دكتور، انا قبل ما اجي لهون عرفت وطقصت بانه هذا الرجل كتب التقرير بايده وبعته على الامتحانات وعم بيتابعه بنفسه. شو؟ لك شو عم تقول انت ولك عصام؟ ولك هيك شغله بتروح مستقبل البنت ودراستها؟ لك مجنون انت؟ هدي معلم، هدي خلص، انا بحلها. يعني شو صار؟ يعني كتبوا فيها ضبط؟ لك ايه ايه، والدكتور سليمان راسه والف سيف الا ينفذ القانون عليها. وحسان كان قاعد معها بنفس القاعة وشاف كل شيء لايف. يا الله يا حسان لو كنت معك، انا بحب الاكشن كثير. لعيونك شيرين، انت دائما بقلب الاكشن. يا حرام دانا، بتكون اكلت كم مرتب بهالقصة على فكرة. هي خرجة الله لا يقيمها. شو بعرفني، بيكون جاي ابوها كمان. يا الله والله ما عم صدق اللي عم بيصير. معقولة؟ الله يجيرنا والله يا امول. اكيد دعيتي عليها شي دعوة هيك مستجابة لما اختلفتوا. والله غلط. والله ممكن هذا. عم بيقولوا صاير غلط بتصحيح ورقة عنا بالعربي. ومن امتى بيردوا على اعتراضات الطلاب وبعيدوا التصحيح؟ معناها صاحب هالورقة مدعوم. بتعرف اني عم اشتغل؟ والله العظيم لو ما اجيتي ما بعرف شو كنت اعمل. بتعرفي انه انا بالي دائما مشغول عليك من بعد ما شفت طريقة معاملته معك. بس حقك رح تاخده مني، انا بعرف كيف حصل لك اياه. صباح، أنا ما عم بحكي عن إجرتي بالشغل، ما عم بحكي عن حقي. أنا لو فك بهي الطريقة ما عرفت الدنيا كلها، ما عرفت وظيفتي إجيت اشتغلت هون بالمشتل. أنا عم بحكي عن مشاعرك، عم بحكي عن عواطفك، عم بحكي عنك أنت. معك حق، أنا من وقت ما عرفتك بلشت فكر. أنا كم مرة رح عيش لحتى ضلني قاعدة عم بتبهدل وساكتة وقول كل شي منيح؟ صبوحة، المي الراكدي تطلع ريحته. فيني اسألك سؤال؟ لا، انت شو عملتي بحياتي غير انك ربيتي ولادك؟ اذا قصدك ماديا، انا حصلت منه الفيلا. هلا انا عم بحكي عن فيلا، بعدين الفيلا شو بتكفي لحالها؟ بس انا ما عندي بديل، وهي الحياة اللي انا عايشتها برأي اللي حوالي انه كل الستات بيتمنوها. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. هذا من اللذات. ايه عزو دانا؟ ايه. الله لا يعطيه عافيه. منين طلع لهذا الدكتور سليمان؟ يلا انا جاي على الطريق. شوفي صباح، شو عمل دكتور سليمان؟ طيب بتطلعي بالبيكال؟ ليش هن رح يسمحوا لي يكذبون ولا صدقون؟
هن رح يحطوا علي اكس وخلصنا. اساس ما في قانون، الدنيا سايبة. انا عم بعطي الورقة لطالب واحد فالقصة ما بتنكشف. ايه شو هاد؟ من وقت ما بلش اجتماعهم وانا عم زق شاي وقهوة وقهوة وشاي، ماشي على الجنب. لك يا ابو تامر وينك انت غاطيت؟ اجتماع شو هاد؟ لك شو بعرفني؟ بس عم يقولوا بنته لابو حسام دانا صاير معها شغلة صغيرة. صغيرة؟ هل صغيرة؟ كبيرة وكبيرة كثير كمان. أنا كنت معهم هنيك بقاعة الامتحان. أوف أوف أوف، لا خليني ودي الزورات وراجع تحكي لي. معك حق، بس أنا بظن إنه الناس بشيتوا بجهودي العلمية مو بشي تاني. بظن إنه الموظفين وضحوا لك مين بتكون هي الطالبة. مين ما كانت تكون، أنا دكتور تصرفت ضمن لائحة القوانين والأنظمة اللي أقرتها مجالس الجامعة، وبظن إنه أبوها واحد من اللي وافقوا على لائحة تنفيذ القوانين هاي. هذا الكلام بينقال بالاجتماعات الرسمية، بس على أرض الواقع دائما في كلام تاني. يمكن أنت هيك، بس أنا لا، أنا اللي بحكي جوات الاجتماع بحكيه برا، وهذا آخر كلام عندي. بعدين دكتور أنا اللي بعرفه إنه حضرتك مهمتك هو متابعة تنظيم الامتحانات مو بالعكس. دكتور هاي شغلتي مو شغلتك. بعدين انا عم بنصحك وانت تصطفل، لا تسمع النصيحه. بس حابب اقول لك يا دكتور سليمان انه هذا الضبط اللي معك ما بيساوي شيء. حلو حلو، معناتها اللعب صار على المكشوف. ماشي، هذا الحكي اللي حكيته محسوب عليك وانت مسؤول عنه. مسكين